طين طين ومع قش يحطونه. فمجرد ما انتهى موسم العنب يحطونه جوا هذا يحفظوه لمده 6 شهور. تمام. العنب لا يخرب ولا يصير لاي شيء ولا يتغير لا لونه ولا طعمه ولا شكله. الحين نكسر واحد ونشوف تقريبا عدى عليه الحين 4 شهور. عدى عليه 4 شهور؟ 4 شهور من موسم العنب. فلا نكسر حبه ونشوف. طيب كسر لنا واحده يا حلو. ياكلون ويجيب حجر. هذا العنب انتم شايفينه كأنك توك قاطفه من الشجر. لا والله طريه ما شاء الله جاهز. طريه ونفس الطعم نفس الشيء. ابتكار افغاني ابتكار شمالي. اي والله. شفتوا يا جماعة الخير؟ الولد يبغى له براءة اختراع على قولة أبو عبد اللطيف. شفتوا كيف يحتفظون بالعنب؟ 5 شهور، 6 شهور، 7 شهور ما تخرب. نجرب واحد نشوف. لا والله فعلا زي تمام. هات الكيس يا ولد.